السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي صفحة 32 التتمة ديال التقنية العتيادية الجمع والطرح. تمرين 8 اكتشف العملية الخطأ وأصححها، دونك ديروا محاولة وصححوها من خلال الفيديو. هنا تعود العملية وتشوفوا واش صحيحة. دونك 0 زائد 0 0، 7 زائد 9 16 وأحتفظ، 7 زائد 1 8 زائد 4 12 أضع 2 وأحتفظ بواحد، 8 و 6 14 1 15 أضع 5 أحتفظ بواحد، 4 زائد 3 7 زائد 1 8. إذا هذه صحيح. هنا 0 زائد 0 6، 8 زائد 8 16 أحتفظ، ديما كما قلنا نبداو بالكبير، 9 و 1 10 و 7 17. دونك هذه خاطئة، إذا هذه نعاودوها. زائد 59810. إذا 0 زائد 0 0، 5 زائد 1 6، 8 زائد 8 16، 19 17، 5 6 7. هنا 0، 3 زائد 9 12 أحتفظ، 5 و 15 11 وأحتفظ، 7 زائد 1 8 زائد 4 12 وأحتفظ، 8 زائد 1 9. إذا هذه خاطئة، نعاودها. إذا 4000، الآلاف تحت الآلاف، والوحدات البسيطة تحت الوحدات البسيطة. إذا 0 12، 15 11، 7 8 12، و 8 زائد 1 9. دونك عندهم خطأ في الرقم الأخير. بالنسبة لي ب نفس الشيء. دونك هنا الطرح 0 ناقص 0 جو 2 ناقص 2 0، 7 ناقص 0 7، 5 ناقص 3 2، 13 ناقص 8 5، 1 ناقص 1 0. هذه صحيح. هنا 0 0، 13 ناقص 7 6، نستهلف 10 ناقص 4 6. إذا هذه خاطئة. إذا 2 أو 320300، طرح 53700. إذا 0 0، هنا 3 ناقص 7 لا يمكن أستهلف ونزل استهلاف، 13 ناقص 7 6، هنا نستهلف ونزل استهلاف، 10 ناقص 4 6، هنا 2 ناقص 6 لا يمكن أستهلف وأنزل استهلاف، 12 ناقص 6 6، و 3 ناقص 1 2. هنا 0 ناقص 0 0، 11 ناقص 3 8، نستهلف 12 ناقص 6 6. إذا هذه خاطئة. إذا 532100، أطرح منها 245300. إذا 0 ناقص 0 0 ناقص 0، هنا نستهلف لنا لا يمكن، 11 ناقص 3 8. دونك هنايا الوحدات البسيطة عندهم صحيحة. هنا فين كاين الخطأ؟ 12 ناقص 6 راه 6، هنا 3 ناقص 5 لا يمكن أستهلف، 13 ناقص 5 8، و 5 ناقص 3 2. إذا الفرق هو 286800. جيد، أون باس ليكزارسيس 9. J'effectue les opérations suivantes sur mon cahier, puis je compare les deux résultats dans chaque cas. هنا أنجز العمليات التالية في دفتري، ومن بعد أقارن لي دو ريزولطا، النتيجتين ديالهم وديالي في كل حالة، دون شاك كا في كل حالة. إذا هنا 25 ناقص 10 ناقص 5، بوي 25 ناقص 10 ناقص 5. إذا نجزو العمليتين هذه وهذه، ومن بعد نقارنو النتيجتين. إذا بالنسبة لهذه لا تحتاج إلى عملية، غنخليو 25 حيت ديما خصني نسبق بين قوسين، 10 ناقص 5 5، 25 ناقص 5 تساوي 20. هنا نسبق بين قوسين، 25 ناقص 10 هي 15 تساوي 10. إذا هذه 20 وهذه 10، إذا النتيجتان مختلفتان. مزيان، نمشيو دابا لهذه. دونك نبداو بين قوسين،
ديما بين قوسين هو الأول. دونك 3 2 1. دابا 315 زائد 123، إذا 8 3 4. إذا هذه لقينا 438. دابا نبداو بين قوسين هو الأول، دائما بين قوسين هو الأول. إذا 5 زائد 5 10، 3 4 5 5. دابا 550 اللي قيل هنا نقصوا منها 112. إذا 10 ناقص 2 8، 5 ناقص 2 3، وهنا 4. إذا 438. إذا النتيجتان متساويتان. مزيان، نمشيو دابا للعملية الموالية. دونك هنا عندي 1676 زائد 325. راه كنعرفو الضرب التبادلي كوميتاتيف. دونك 11 19 6 19 2، ثم واخا نبداو بهذا راه كنعرفو الضرب التبادلي. إذا 11 7 19 6 9 10 2. دونك هذه 2001 وهذه 2001. إذا النتيجتان متساويتان. هنا 107 زائد 593 زائد 483. إذا 7 10 13، 9 11 18، 5 9 10 11. إذا هذه عطاتنا 1183. دابا هذه بدينا بهذا وهذا، خلينا هو الاخر وهذا بحال بدلنا هادو، الجمع تجميعي غيعطينا نفس الجواب، حيت قرينا بان الجمع تجميعي، يعني الا كان الجمع جمع اللي بغيتي باش ما بديتي ماشي مشكل، ماشي بحال الطرح. اذا 10 13، 9 11 18، 5 9 10 11. اذا 1183. اذا انت هي متساويه ايغال. طيب نمشيو دابا للتمرين 10. يبين الجدول اعداد حوادث السير المميتة بالمغرب خلال سنتي 2015 و2016. دونك عندنا 2015 عدد الحوادث 3167، الاموات كانوا 3595، والمصابين بجروح 9957، نفس الشيء 2016. دونك الفرق هو نديرو ناقص. اذا 7 ناقص 3 4، 6 ناقص 6 0 0 0. اذا الفرق كان بيناتهم 4 حوادث. عدد الاموات نفس الشيء الفرق. اذا 5 ناقص 3 2، 9 ناقص 6 3 0 0. الفرق كان بيناتهم 32. عدد المصابين بجروح نفس الشيء الفرق. اذا 7 0، 9 ناقص 5 4 و 1. إذا الفرق بيناتهم كان 1407 مصاب أو جريح. ألف أملأ الخانات الفارغة في الجدول، حنا ملأناهم. أحسب العدد الإجمالي للأموات خلال سنتي 2015 و2016. العدد الإجمالي للأموات، غنجيو لعدد الأموات وغنديرو 3595. المجموع، العدد الإجمالي هو المجموع 3563. إذا 3595 زائد 3563. إذا هنا عطيني 8، 9 زائد 6 15، 10 11، 3 6 7. إذا 7158 قتيلا.
جيد، دونك هنا كملنا صفحة 32 من الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي مع التقنية الاعتيادية للجمع والطرح. شكرا، ما تنساوش لايك والشير. إلى اللقاء.